السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب برايمري فور، يلا بينا النهاردة عشان نراجع مع بعض على مقررات مارس وهنحل مذكرة المتميز. بيقول لي نمبر 1 فيل تشوز ذا كوريكت انسر ماي بي فول اوف بيرسونال اوبينيونز اند ايفن لايز. ايه هي اللي مليانه بالبيرسونال اوبينيون اللي هي الاراء الشخصيه والايفن لايز الاكاذيب اكيد الانريليبل سورس اللي هي المصادر الغير موثوق منها. اما الاي كي بي فهي الايجيبشن نوليدج بانك دي من الريليبل سورس. بيقول لي نمبر 2 before conducting a digital search قبل ما اعمل بحث رقمي is very important ايه ان انا اعمل planning before conducting a digital search اعمل تخطيط للبحث الرقمي. is the most popular social media platform ايه هي المنصه الاجتماعيه المشهوره جدا عندنا هي اكيد الفيسبوك. الجوجل ده محرك بحث والايميل ده البريد الالكتروني. Once you find the information for your digital search, evaluate it. أول على طول ما أوجد أو أجد المعلومات اللي أنا عايزها للبحث الرقمي بتاعي على طول أعمل لها evaluation اللي هو التقييم. Number 5. When conducting a digital search, لما أعمل بحث رقمي, your outline must include a. الأوتلاين اللي هي الخطوط العريضة بتاعتي must include An introduction to the research topic. التوبيك ده هو موضوع البحث، فالموضوع البحث لازم أعمل introduction مقدمة عن موضوع البحث. أما number A اللي هي unreliable information لازم تماما أبعد عنها لأن دي معلومات غير موثوق فيها. والديتيلز فار فروم ذا ريسيرش توبيك معناه إن هي تفاصيل بعيدة عن موضوع البحث بتاعي، وطبعا لأ. طيب نمبر 6 بيقول لي choose the type of online A you will use when you want to conduct a digital search. بيقول لي اختار type of online A اكيد السورسز المصادر بتاعتي اللي هي عبر الانترنت. you will use اللي انت هتستخدمها when you want to conduct a digital search لما اجي اعمل بحث رقمي. نمبر 7 فيسبوك الويكي بيجز اند البلوجز. المدونات والفيسبوك والويكي بيجز دي كلها unreliable source مصادر غير موثوق فيها. The following are unreliable source except A ما عدا A. كل اللي موجود ده A B C دول unreliable ما عدا الارتيكلز اللي هي المقالات written and tested by expertise. Number 9 ask your teacher او البيرنت or school A for advice. اسال مين والدي او المعلم او السكول librarian اللي هو مدير المكتبه بتاعه المدرسه for advice لنصيحه about which source عن المصادر to use for your research اللي هستخدمها للبحث الرقمي بتاعي. Number 10 is an educated guess about how things work. ده فرضية علمية لـ how things work كيف تعمل الأشياء أكيد الهيبوثيسيس اللي هي الافتراض أو الفرضية. The first step in problem solving is A أول خطوة عشان أحل مشكلة إن أنا أعمل فرضية hypothesis building أبني فرضية أقول والله المشكلة دي هتتحل بالطريقة الفلانية زي ما قلنا عندنا مشكلة الكيبورد مش شغالة أعمل إيه؟ أول حاجة أفترض إن الكابل بتاعها not connected to the PC مش متوصل بالبي سي بتاعي فهروح أشيك على الكابل فهنا أنا بعمل إيه؟ hypothesis building بعمل بناء لفرضية وأعمل لها بعد كده تيست. نمبر 12 when using the ICT tools لما بستخدم الأدوات الرقمية بتاعة التكنولوجيا المعلومات you may A that you will need to think through and solve انت ممكن تعمل تقابل ايه you may face a problem ممكن اواجه مشكلة اللي هتحتاج بعد كده ان انا افكر لها في حلول. نمبر 13 Which of the following is not one of the common steps to make problem solving easier? بيقول لي ايه اللي مش من الخطوات التالية غير شائع لحلول المشاكل او عشان احل مشكلة بسهولة. اكيد هيبقى ignore the problem ان انا اتجاهل المشكلة.
نمبر 14 to solve a specific problem، عشان احل مشكلة محددة you must ايه ده problem، اعمل لها break down، اكسرها into smaller section لاجزاء صغيرة وابدأ احل كل جزء لوحده. وقلنا الكلام ده في الفيديو في شرح الدرس، زي ما قال لك التيتشر بتاعك ask you to help him in a organize a class trip. You watched your teacher make sure that the keyboard cable is connected to the place designated for it. هنا بيقول لي انت بتشاهد المعلم بتاعك بيتأكد ان الكابل بتاع الكيبورد لوحة المفاتيح متوصل to the place designated for it، للمكان المخصص ليه. This means that he is taking the A. اكيد بيعمل الهيبوثيسيس تيستينج ستيب، ان هو بيختبر. هو لما لقى الكيبورد مش شغال العمل ايه؟ افترض ان الكابل نوت كونكتد تو ذا بليس، مش متوصل في مكانه، عشان كده هو بيختبر الفرضيه بتاعته، بيعمل لها تيستينج. نمبر 16 what should you do if your hypothesis is incorrect، لو الفرضيه اللي انا افترضتها طلعت incorrect غير صحيحة أعمل إيه؟ give up أستسلم؟ لا طبعا. ignores it and move on أتجاهلها وأكمل؟ لا طبعا، لازم أعمل إيه؟ make a new hypothesis based on what you learned، طبقا لما تعلمته في الأخطاء من الفرضية السابقة. Number 17 you should be careful when solving problems that may pose a risk to you during the step. هنا بيقول لي لازم اتاكد واكون حريص when solving problems، لما اجي احل المشاكل that may pose a risk، اللي هتخليني اخش في مخاطره او هتعرضني لخطر to you during ايه، اكيد الهيبوثيسيس تيستينج. عشان كده بيقول لي don't conduct any unsafe test، ما تعملش اي اختبار غير امن. What should you do before conducting a test؟ إيه اللي أنا لازم أعمله قبل ما أعمل الاختبار؟ أكيد الميك هيبوثيسيس، أفترض فرضية عشان أختبرها. Number 19 construct إيه؟ construct يعني ابني إيه أو بناء إيه. is an attempt، هي محاولة to answer your question، للإجابة على سؤالك with an explanation، مع تفسير that can be tested، يمكن اختباره. أكيد كل ده هو بنتكلم عن الهيبوثيسيس اللي هي الفرضية، بناء الفرضية هي محاولة للإجابة على سؤالك with an explanation، مع تفسير علمي that can be tested، اللي هو يمكن اختباره. Number 20 مايكروسوفت 365 باكج، الباكج أو البندل بتاعة مايكروسوفت 365 contains، بتحتوي على إيه؟ المايكروسوفت وورد أكيد. 21 to create a poster، عشان اعمل بوستر you should think about ايه، المارجن ولا الفونت سايز. A and B، مارجن يعني الهوامش، والفونت سايز لازم اخد في الحسبان معايا حجم الخط and the type of font، برضو لازم اخد نوع الخط وحجم الخط والمارجن والايمج والكالرز برضو. The amount of empty space، هنا بيقول لي حجم المساحة الفاضية between the each اللي هو الأحرف of the poster is called a، لسه قايلين المارجن اللي هي الهوامش. Number 23 if you choose a font size your audience will have to strain to read the information، هنا بيقول لي لو أنا اخترت حجم خط A الجمهور بتاعي will have to strain، ياخد مجهود to read the information، اكيد لو انا اخترت small font size. لو انا هعمل خط صغير الناس اللي بتشوفني او الجمهور هيبقى عايز مجهود جامد علشان يقرا الخط، عشان كده ده مش صح. فبيقول لك ايه هنا، بنقول ايه consider، اعتبر او خد في الاعتبار وخلي بالك من الفونت سايز والفونت تايب. نمبر 24 A complicated or decorative font is A and hard to read، بيقول لي ان الخطوط المعقدة والمزخرفة الديكوريتيف اللي فيها زخارف كتير كده is A and hard to read، صعبة القراءة وايه وديستراكتنج، بتشتت الاودينس الجمهور بتاعك او الناس اللي بتشوفك او الناس اللي انت بتعمل لها presentation. The small number of colors inside the poster make it A،
كمية بيقول لي او عدد السمول نمبر اوف كالرز، الالوان، عدد الالوان الصغيرة او مش الكتيرة يعني يوزد المستخدمة انسايد ذا بوستر ميك ات ايه ستريكينج، اللي هو ايه ملفت او جذاب. لكن لو عملت الوان كتير يبقى زي ما قلنا ايه overwhelming وبيشتت الجمهور. نمبر 26 بيقول لي ايه اللي should be used in a poster or billboard not more، مش اكتر منه اكيد الثري كولرز، ان انا استخدم فقط ثلاث الوان، ده بيخلي البوستر والبيلبورد بتاعي يبقى شكله appealing visually، ان هو visually appealing يبقى جذاب وجميل للنظر. If you use a font size، لو انا استخدمت ايه حجم الخط، you will have to limit the amount of information. هنا بيقول لي ان انت لو استخدمت خط حجمه قد ايه هتبقى المعلومات عندك limited، محدودة داخل الاعلان بتاعك او البوستر. اكيد لو استعملت too big font size، خط كبير جدا، هتبقى كمية المعلومات اللي انا بعرضها او information صغيرة او limited، محدودة. Number 28 includes different options to choose from، اللي بيحتوي على العديد من الاختيارات المختلفة to choose from، ان انا اختار منها such as the PowerPoint والWord and the Publisher. اكيد المايكروسوفت 365 هو اللي بيحتوي على الاوبشنز العديدة دي او الاختيارات العديدة. Number 29 from the tips to take a good photo، من النصايح عشان اخد صورة كويسة ايه بقى؟ focus on the subject of the photo ولا never use your phone's flash، ما تستخدمش الفلاش او الضوء بتاع الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعك، ولا take photos in complete darkness، ان انا اخد صورة في الظلام الدامس او الظلام التام. لا طبعا focus on the subject of the photo، خليك دايما مركز وانت بتاخد الصورة على موضوع اللي انت عايز تصور الصورة عنه. يعني انا بصور مثلا الاهرامات، فانا هصور الهرم كله، مش هصور جزء من الهرم واسيب الجزء الباقي. هصور ابو الهول، فما اروحش مصور مثلا الراس وساب الجسم، هصور صورة تبين الموضوع بتاعي او تعمل له ايه focusing. number 30 It's important to leave a margin، من المهم ان انا اترك هوامش around the edge، حوالين الحواف او الاطراف بتاعت البوستر او البيلبورد او الاعلان. to a help to save paper، عشان يحافظ على الورقة. make the poster look bad، اخلي البوستر شكله سيء. طب انا عايز اخليه اصلا visually appealing، يعني يبان جذاب وملفت للنظر. اكيد preventing the poster from looking crammed، ان انا البوستر عندي يبقى شكله مكتظ او زحمة، عشان كده leave a margin. والمارجن دوت بيقول لي في الريكومنديشن 25 مليمتر، 25 مليمتر is a good margin to leave. يلا بينا على question 2 but true or false. planning before conducting any digital research is not important. طيب انتوا فكروا كده معايا، هل التخطيط قبل ما اعمل اي بحث رقمي مش مهم؟ لا طبعا ده مهم جدا. فيسبوك، الويكي اند البلوجز، المدونات وصفحات الويكي بيج والفيسبوك اللي هي البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا ار نون ريليبل ريسورس، طبعا دولت من المصادر الغير موثوق فيها لانها فول اوف اوبينيونز، مليانه بالاراء اند الايفن لايز والاكاذيب. The articles written and verified by expertise are called unreliable source. تفتكروا الارتيكلز، المقالات اللي كتبت وتم التأكد من صحتها بواسطة الخبراء الاكسبرتس are called unreliable source؟ رونج طبعا، ده اللي بيبقى كده هو الريليبل سورس، هي الارتيكل written and verified by expertise. Number 4 choosing your topic، اختيار موضوعك is the last step of conducting a digital search. last step طبعا wrong، ده دي the first step، ان انا اختار التوبيك، الموضوع اللي انا هعمل البحث عنه. Number 5 the unreliable source of information is well written. ال unreliable well written مكتوبة بعناية without grammar or spelling mistake، بدون اخطاء املائية ونحوية. wrong، ده دي ال reliable source هي ال well written and without grammar or spelling mistakes. اما ال unreliable source فدي full of grammar or spelling mistakes.
It is necessary that your research plan include an introduction, paragraphs, and conclusion about the information you provide. طبعا رايت من الضروري جدا ان الريسيرش بلان خطه البحث بتاعي او الاوتلاينز بتاعتي انكلود بتشمل على مقدمه ومقالات وكونكلوجن ملخص about the information you provide للمعلومات اللي انت هتعرضها. نمبر 7 بيقول لي you can write your research without indicating the source from which you got the information. طبعا رونج. يو ماست كريديت، لازم اوثق ولازم اكتب انا جبت المعلومات بتاعتي من اي مصدر، يبقى لازم مش without، لازم اعمل with indicating the source from which you got the information. gathering your notes، تجمع النوتس اللي انت كتبتها ملاحظاتك and reliable source information والمصادر اللي انت جبتها من او المعلومات اللي انت جبتها من مصادر موثوقة after you have completed your online search. طبعا رايت بعد ما خلص البحث بتاعي على الانترنت من المصادر الريليبل الموثوق بيها ابدأ اجمع بقى النوتس اللي هي الملاحظات والانفورميشن بتاعتي اللي انا جبتها من المصادر الريليبل. Number 9, the information from unreliable source is presented a professional way, in a professional way. هل المصادر او المعلومات من المصادر الـ unreliable اللي هي غير موثوق فيها بتبقى معروضة in a professional way؟ wrong. طبعا ده هي الـ information from reliable source هي اللي بتبقى معروضة presented in a professional way بطريقة احترافية. Number 10, in your daily life، في حياتك اليومية you don't face any problem when using the ICT tools. طبعا رونج، احنا في حياتنا اليومية ممكن نقابل maybe face a problem using لما بستخدم الادوات بتاعت التكنولوجيا. Number 11, constructing a hypothesis is a step in a problem solving. طبعا رايت، ان انا ابني فرضية دي خطوة في حل المشكلة. Number 12, the first step in problem solving، أول خطوة في حل المشكلة تفتكروا إيه؟ is hypothesis testing. طبعا wrong، ده hypothesis building، إن أنا أبني فرضية دي the first step. Conducting unsafe test is okay in problem solving. wrong، طبعا قلنا you shouldn't do or test any unsafe. Any unsafe test، ما تعملش أي اختبار يكون غير آمن. When make a guess to solve a problem، لما أعمل فرضية عشان أحل مشكلة. This guess is called the hypothesis. رايت طبعا الفرضية دي اللي أنا بفرضها هي دي الهيبوثيسيس الفرضية. Falling a test، إن أنا أسقط أو الاختبار بتاعي يسقط ما ينجحش، أو الفرضية اللي أنا فرضتها عملت لها تيست والتيست فيل ما نجحش. Can be a learning opportunity، هي فرصة للتعلم. رايت جدا، لأن إحنا دايما بنقول بنتعلم من our mistakes، من أخطائنا أو من أخطاء الآخرين. Number 16, when testing your hypothesis، لما بعمل اختبار للفرضية بتاعتي. It's necessary not to do any tests that put you at risk. رايت طبعا، ما ينفعش، قلنا لسه قايلين it's necessary not to do، من الضروري ما اعملش any test، اي اختبار that put you at risk، اللي هيضعني في خطر. 17, a hypothesis is a specific answer and doesn't need to be tested. wrong، طبعا دي مش هي اجابة محددة، دي فرضية educated guess، هي فرضية علمية. breaking down، عملية تكسير البروبلمز المشكلة الكبيرة into smaller section، لأجزاء صغيرة، doesn't help in solving problems. what do you think، انتوا تفتكروا ايه؟ اكيد wrong، ده دي بتساعدني ان انا احل لما يبقى عندي مشكلة كبيرة واعمل لها break down لمشكلات صغيرة، هبدأ احل كل مشكلة على حدة صغيرة وابدأ بعد كده الاقي نفسي حليت المشكلة الكبيرة. 19, your success in solving the problem، نجاحك في حل المشكلة means you succeeded in testing your hypothesis. رايت طبعا، ليه؟ لان انا نجاحي
في اختبار الفرضية بتاعتي بيعني نجاحي برضو في حل المشكلة. لما افرض فرضية وتنجح ده معناه ان المشكلة بتاعتي بدأت تتحل. نمبر 20 when organize a class trip، لسه قايلين ده الاكزامبل اللي كان موجود عندكم في الكتاب وانا شرحته بالتفصيل في الفيديو. You don't need to decide on a destination، مش محتاج تحدد الوجهة. لا طبعا، دي قلنا دي ستيب من الستيبات اللي احنا عملنا لها بريك داون، ان لازم احدد الوجهة بتاعتي اللي احنا هنروح فيها الرحلة، يبقى رونج طبعا. مايكروسوفت 365 باندل، الحزمة بتاعت مايكروسوفت 300 انكلود الباوربوينت الزوم الواتساب، رونج طبعا، هي بتحتوي على الباوربوينت والوورد والاكسل والبابليشر. A margin of 25 millimeter can help design a good poster by preventing it from appearing too cramped. رايت طبعا ان يبقى عندي margins هوامش لحجمها 25 مليمتر، بده بيساعد ان الديزاين جود بوستر على تصميم اعلان بشكل جذاب وبشكل كويس، وده بيمنع بريفنتنج ات، بيخليه مش مكتظ، doesn't appear too cramped، مش مكتظ وزحمه. more decorative fonts اللي هي الخطوط المزخرفه in your poster are not preferable when making it right. طبعا ده مش مفضل ان يبقى عندي more decorative font اللي هي الخطوط المزخرفه. المارجن ار نوت امبورتنت، لسه قايلين المارجن فيري امبورتنت، يبقى الاجابه رونج من اولها من غير ما نكمل. وين كرييتنج ا فيجوالي ابيلينج بوستر، لما اجي اعمل اعلان كده عايز يبقى شكله جذاب، فيجوالي ابيلينج مظهره جميل، اور بيل بورد اللي هي الاعلانات، طبعا لسه قايل رونج. when choosing the colors for a poster، لما اجي اختار الالوان للبوستر بتاعي، it is better to use more than 5 color، wrong طبعا، not to use more than 3 color. while creating a poster، لما اجي اعمل بوستر، it is preferable to choose a too large font، قلنا wrong لان too large font will limit the amount of information، هيخلي حجم المعلومات بتاعتي اللي في البوستر قليلة جدا. The amount of light، كمية الضوء in a photo اللي بتبقى موجودة عشان الصورة، doesn't matter، مش مهمة. when taking a good photo، wrong طبعا، عشان اعمل او اخد taking a good photo ان انا اخد صورة كويسة لازم make sure the amount of light is enough، كافي الضوء كافي. number 28 a suitable font size، حجم خط مناسب is better for presenting the information because it allow more content to fit in the poster. بيقول لي حجم الخط لو مناسب ده better، كويس جدا، for presenting the information، لعرض المعلومات. طيب ليه؟ because it allows، بيسمح لمور content، المحتوى اكتر، to fit in the poster، يبقى مناسب للبوستر او الاعلان بتاعي، مظبوط ورايت. It's necessary to have a good quality image on poster or billboard. طبعا رايت ان انا يبقى عندي good quality image، clear image، واضحة جودتها عالية، and a and appropriate، مناسبة. Using software to create a digital poster، ان انا استخدم software، برنامج عشان اعمل digital poster، اعلان رقمي، required a digital device، جهاز رقمي، that support the software، right اللي بيدعم السوفت وير طبعا، and must be updated. وبهنا كده تكون انتهت الأسئلة. أتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح في اختبارات شهر مارس، وأتمنى تشوفوا الفيديوهات وتستفيدوا منها.